يوم 3 القادم خلاص تنطلق الانتخابات الأمريكية، كل الأنظار تتجه إلى هذه الانتخابات. الحقيقة أن كل انتخابات بنقول أنها انتخابات مختلفة عن الانتخابات اللي قبلها، ولكن بالفعل هذه الانتخابات ليها طبيعة بكل حتى الظروف اللي حصلت طوال الشهور اللي فاتت، الظروف اللي في المنطقة، يعني ليها طبيعة خاصة. وبالتالي يظل السؤال المهم، مفهوم أنه الانتخابات الأمريكية تكون مهمة للمواطن الأمريكي، مفهوم أنها تكون المواطن اللي من أصول عربية، المسلمين، ما يطلق عليهم اللاتينو، يعني مفهوم أنها تكون مهمة لمن يعيش في الولايات المتحدة، ولكنها من أكثر السباقات اللي بتهتم أو بتحظى باهتمام العالم. لكن خلينا نتكلم عن نفسنا، إحنا في هذه المنطقة ليه لسه عندنا اهتمام لمتابعة مجريات هذه الانتخابات؟ خلونا يعني نرحب بالدكتور مهدي عفيفي، الباحث والمحلل السياسي. ويعني بداية لازم أشكر حضرتك أنك جيت هذا المشوار وتعبناك أنك تكون موجود معنا في الاستوديو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليه إحنا مهتمين في هذه المنطقة بالانتخابات الأمريكية عموما وبهذه الانتخابات تحديدا؟ تحية ليكي ولأسرة البرنامج وللمشاهدين المصريين. في الحقيقة مش احنا بس، مش مصر اللي بس بتهتم بالانتخابات الامريكية. نتائج الانتخابات ليست يعني مؤثرة بس في داخل الامريكي، لكن بتأثر على العالم كله من السياسات. الولايات المتحدة الامريكية الدولة العظمى، لان يعني ما فيش اقطاب اخرى، فلذلك سياستها وردود الفعل وما تقوم به وما ينفذه الرئيس أو الكونغرس الأمريكي بيؤثر في العالم أجمع، سواء كان اقتصاديا أو سياسيا أو يعني في مناحي شتى. وإحنا في أمريكا بنقول إن لو كحت الولايات المتحدة الأمريكية سيصاب العالم بالبرد، فلذلك مهم جدا على العالم أجمع أنه يتابع الانتخابات الأمريكية لأنها ستؤثر حتى على المواطنين في بلاد أخرى. طيب الانتخابات الأمريكية أو هذا السباق تحديدا، هل نقدر نقول بالفعل أنه مختلف عن أي سباق انتخابي سابق؟ طبعا خليني أكلمك أن أنا شفت سباقات كثيرة وعملت في حملات انتخابية كثيرة، آخرها كانت يعني أكبر واحدة فيها أوباما. المرة دي إحنا أمام مشهد لم تراه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل، ألا وهو أن هناك استقطاب داخل المجتمع الأمريكي نفسه. يعني حتى إحنا كديمقراطيين أو جمهوريين لدينا ميول أخرى بسبب قضايا كثيرة لم تكن، النقطة دي هنتكلم فيها بالتفصيل طبعا في الحوار، يعني لم تكن تهتم بها أي حد. المواطن الأمريكي بالذات أهم شيء لديه هو السياسات الداخلية، هو الاقتصاد، هو الصحة، يعني ما يهمه داخليا. عادة الأمور الخارجية والسياسة الخارجية لا تهم المواطن الأمريكي. ما يحدث الآن أن قضية مثل قضية غزة، الحرب على غزة، يهتم بها كثير من الأمريكيين. وشفنا الجامعات مثلا وما حدث، ومش أي أمريكيين، احنا بنتكلم عشان نبقى واقعيين، طلبة الجامعات دي يعني عشان بالمصري كده ولاد متكلفين. احنا بنتكلم أعرق وأقوى جامعات في العالم، كون أنه هو يحط نفسه في مجال أنه ممكن يبعد عن الجامعة بسبب قضية مش قضيته، دي شيء مهم جدا. أيضا هناك من الشعب الأمريكي المثقف من رأى أن تحيز الحزبين الديمقراطي والجمهوري ليس بمناسب، فلدينا النهاردة مرشحين دائما كانوا موجودين، يعني الناس مش عارفة. طيب هل إحنا يعني بالذات بما أننا بنتكلم عن القضايا اللي بتهمنا، ما يحدث في غزة، ما يحدث في المنطقة من تصعيدات بين الأطراف كلها، هل في فروق حقيقية بين المرشحين؟ في الحقيقة لا توجد فروق مؤثرة في سياسات الشرق الأوسط. الفارق الواقعي أن ما يقول ترامب على العلن كان يحدث في الخفاء. بالضبط. السياسات الخارجية الأمريكية دائما ما تكون ثابتة، وسياسات على مدى طويل بتتغير في بعض الأحيان، لكن لا تتغير بشكل كامل، تتغير حسب الظروف وحسب يعني ما يحدث. لكن بشكل عام السياسة الخارجية الأمريكية خاصة مع منطقة الشرق الأوسط سياسة ثابتة، وهي على رأسها الدعم المطلق لإسرائيل. يعني فكرة أنه الكتل التصويتية العربية أو المسلمة أنها تتجه إلى ترامب دي ممكن تكون مش دقيقة. لا، الكلام ده مش دقيق على الإطلاق. احنا خلينا نتكلم بقى كلام علمي. التصويتية الكتل العربية والمسلمة مقسمة،
ودي على طول يعني منذ فترة طويلة، وهي في بعض منها حتى بيتبع الميول الدينية. يعني نجد مثلا في معينين مثلا من الأقباط أو مثلا المسيحيين الأمريكيين اللبنانيين بيتجهوا دايما لدعم ترامب مع بدون يعني معرف التفاصيل. المسلمين بينقسموا نصين، نص بيدعم ترامب كحزب جمهوري وهم دول أكثر من هم المستفيدين لأن سياسات الحزب الجمهوري دايما تدعم الأغنياء، والنص الآخر بيدعم الحزب الديمقراطي. عادة ما بيبقاش فيه استقطاب زي ما احنا شايفينه. الوقت الحالي بسبب هذا الاستقطاب هناك فريق من كل دول بيدعم جيلستاين مثلا من حزب الأخضر أو بيدعم المرشح المستقل. ده سببه التحيز الشديد من كلا الحزبين لسياسات إسرائيل، إهمال الآراء العربية والمسلمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا ده مع كاميلا هاريس، وشفنا ده مع ترامب عندما لم يستقبل في اجتماع الحزب الديمقراطي أي حد يمثل العرب والمسلمين. فلذلك في المرحلة دي هناك تخوف شديد، وأنا بقولها من الحزب الديمقراطي، مما قد يؤدي إليه انتخاب حد خارج هذه المنظومتين. طيب قبل ما أتكلم مع حضرتك عن تفاصيل الانتخابات، وهي تفاصيل احنا بنتكلم عنها أو طريقة الانتخاب وهكذا، وهي تفاصيل نتحدث عنها مع كل الانتخابات، ولكن المهم أن احنا نروح لها. بس قبل ما نروح لده وإحنا بنتكلم عن الاستقطاب، هل الاستقطاب، هذا الاستقطاب اللي موجود في هذه الانتخابات يختلف عن الاستقطاب اللي كان موجود في 2016 لما كان ترامب أيضا في مواجهة هيلاري كلينتون؟ بالطبع يختلف قلبا وقالبا، لأن رأت الناس ما قام به ترامب، ورأت الناس ما حدث في الحزب الديمقراطي عندما يعني نحي بايدن وجاءت كاميلا هاريس، ورأت السياسات الخارجية اللي بتحدث اللي ما كانتش بتتكلم عنها خالص. فحالة الاستقطاب ناتجة عن حالة من النقم ضد الحزبين، لان النهارده لما الولايات المتحده الامريكيه تدعم اسرائيل ب 22 بليون ويبقى احنا عندنا اعصار يتكلف 9 بليون مش قادرين ندفع ثمنه، فالمواطن العادي ليه؟ يعني ليه انا ما اطورش التعليم واطور الصحه واطور وادفع فلوس في قضيه ستؤدي الى كراهيه الناس للامريكان؟ فهناك تساؤلات كثيره اتى بها هذا الاستقطاب، استخدام ترامب للمهاجرين، استخدام كاميلا هاريس للقضايا الخاصة بضد ترامب، فأدى إلى حالة من الاستقطاب عادة لا تكون موجودة بهذا الشكل. نعم، أخذ حضرتك لزاوية تانية وهي زاوية طريقة الانتخاب نفسها. يعني في كلمات يعني خاصة فقط بالانتخابات الأمريكية، يعني بنتكلم عن مجمع انتخابي، نتحدث عن ولايات متأرجحة، نتحدث يعني ليها تفاصيل خاصة بها لوحدها. هل سريعا ممكن حضرتك تعمل لنا انعاش للذاكره ويعني شرح سريع كده في كبسوله؟ بالطبع، هو طبعا انت عايزه 30 سنه في 3 دقائق، ممكن. اولا امريكا 50 دوله جوه الدوله، كل ولايه لها قانون انتخابي مختلف ولها توقيت مختلف ولها شروط مختلفه، وحتى داخل الولايه بتنقسم في التجمعات يعني المحليات، ممكن يبقى ليها انتخابات مختلفه. انتخابات الولايات المتحده الامريكيه عباره عن انتخابات عامه، وبعدين كل ولاية يمثلها مجموعة يسمى التجمع الانتخابي. قوانين التجمع الانتخابي من ولاية تختلف الأخرى، فممكن في ولاية معينة يسمح التجمع الانتخابي أن يصوت حسب الأغلبية ككل، فلو 60% ديمقراطي و 40% جمهوري التجمع الانتخابي يدي كل الأصوات للديمقراطيين. في ولايات بتسمح بتقسيم هذه الأصوات، وفي ولايات بتتركها للمجمع الانتخابي. يعني متصورة قد إيه تعقيد هذا الموضوع؟ لذلك يعني انا كنت بضحك لما يقولوا في تزوير في الانتخابات الامريكيه، مع احترامي انا كنت داخل اللجان، مستحيل، لان مش مستحيل ان انا اجمع 50 ولايه اللي فيها ديمقراطي واللي فيها جمهوري والحاكم ان هم يبقى فيه تزوير. طبعا كلام غير منطقي ومستحيل يحدث. نيجي بقى للنهايه في مساله الانتخابات. مساله ان يحصل احد سواء الديمقراطي او الجمهوري كالعادة على هذه الانتخابات، لابد أن يصوت أكثر من 270 واحد من التجمع أو المجمع الانتخابي لهذا الشخص من الولايات. ما حدث فترة عندما فاز ترامب إن ولاية زي فلوريدا مثلا المجمع الانتخابي صوت عكس المواطنين، وقانون هذه الولاية يسمح بذلك. الولايات المتأرجحة هي ولايات بيتغير الديموغرافية فيها، يعني إيه؟ بيبقى فيها أقلية جمهورية وأغلبية ديمقراطية، تنقلب الآية أو تبقى متوازنة.
أهم ولاية من الولايات دي عشان نختصر هي بنسلفانيا الآن، ولذلك لقينا كل من ترامب وكاميلا هاريس راحوا مرتين للتأثير على ولاية بنسلفانيا. في ولايات أخرى بس طبعا يعني احنا عايزين ساعتين. وفي اعتقد فلوريدا ايضا من الولايات بس اقوى ولاية طبعا دلوقتي. بنسلفانيا هي اكتر واحدة مؤثرة الآن. مؤثرة الآن لان هناك تقارب شديد بين الديمقراطيين والجمهوريين. في راي حضرتك من قرايتك انه بنسلفانيا هتميل لمين ولا ده ما نقدرش ان احنا السنه دي انا ما اقدرش اقول لك، انا قبل كده كنت اقدر اقول، لكن السنه دي بالذات هناك تخوف شديد لان هناك كثير من المتحفظين. يعني احنا الشكل الاولي ان كاميلا هاريس متقدمه على ترامب بنقطه واحده. النقطه واحده ده لا تمثل شيء. فالشكل الاولي ان كاميلا هاريس متقدمه، لكن النتيجه النهائيه لن تحسم الا يوم 5 نوفمبر او ما بعد ذلك. طيب اللي عايزه برضو ابقى اسال حضرتك عن ما يتعلق بالتصويت المبكر تحديدا، التصوير يعني بالبريد، ولكن خليني نروح بس لزاويه ثانيه قبل ما نرجع لهذا الامر، وهي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. ايوه الذكاء الاصطناعي له تاثير في هذه الانتخابات وده مش كلامي. يمكن في 2016 على حسب يعني ما احنا كنا بنشوف، شفنا الحديث الكبير جدا والمنتشر جدا وازاي انه مواقع التواصل الاجتماعي كان ليها تأثير على مزاج الناخب الامريكي في هذه الانتخابات، وشفنا يعني كلام كتير حول هذا الامر. الجديد في هذه الانتخابات هو التخوفات من الذكاء الاصطناعي، انه الذكاء الاصطناعي يؤثر على مزاج الناخب. طبعا حضرتك ممكن تقول لي يعني ايه ذكاء اصطناعي يؤثر على ذكاء الناخب؟ هقول لك تجربه انا شخصيه ليا، وانا بتحدث مع الذكاء الاصطناعي، وانا بتكلم تحديدا يعني مع تطبيق تشات جي بي تي، انا اتكلمت معاه عن او سالته عن هل هو يؤثر في المزاج يعني او يؤثر في الاتجاهات ولا لا. فالحقيقه انه كان رد تشات جي بي تي انه لا، هو مش بيأثر على الاختيار، ولكن هو فقط بيحاول انه يساعدك في ان انت تعرف ايه الاتجاهات ايه المجريات بس. يعني ممكن بشكل ما وهو بيكلم وانت بتتحدث مع الذكاء الاصطناعي ومع الطرق اللي هو بيفتحها لك، تلاقي نفسك ان انت واقع تحت تأثير الذكاء الاصطناعي وواقع يعني تحت تأثير اتجاهات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي في تخوف حقيقي الآن من تأثير الذكاء الاصطناعي، وهو تخوف أكبر من التخوف اللي كنا شايفينه في 2016 من مواقع التواصل الاجتماعي. للحديث عن هذا الأمر خلونا نروح لمهندس مصطفى البرماوي، المستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لمجموعة بيرما فينتشرز جودي اي اي، وهو موجود معانا عبر تطبيق زوم. يا مهندس مصطفى اهلا بحضرتك، حضرتك موجود معانا من نيويورك. خلوني بس اقول اهلا بيكم. اهلا بيكم. هل التخوفات من الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها ولا في مكانها بجد بقى يعني الحقيقه؟ هي مش ال 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 الخوف مش شيء سيء دايما يعني، والحس ان المخاوف مش مبالغ فيها، لان فعلا التقنيه اللي بنشوفها النهارده هي تقنيه يعني مؤثره بشكل كبير، بتاثر على كل حاجه في حياتنا الحقيقه، من اول الفيديو اللي بيطلع لك على السوشيال ميديا، ليه الفيديو ده وليه الفيديو اللي بعديه يبقى بالشكل ده، وليه نوعيه المحتوى اللي بيطلع لك على السوشيال ميديا ومنصات التواصل ده بيعمله ذكاء اصطناعي، الاسئله اللي بتسالها لجوجل النهارده وبيطلع لك اجابات فوق كده في حاجه اسمها اي اي اوفر فيو، الذكاء الاصطناعي بتتكلم مع تشات جي بي تي وبتتكلم مع اليكسا، بتتكلم مع جوجل هوم، جوجل اسيستنت، ابل انتليجنس. دلوقتي ابل طلعت منتج يعني يبقى جزء من مهم من منتجات ابل في الريليس الجاي اللي هو في بيتا حاليا. الذكاء الاصطناعي بيلمس كل الانتراكشنز بتاعتنا او طريقه تواصلنا مع الانترنت بشكل كبير جدا، وطبعا مؤثر على اختياراتنا، وبيعمل لينا الكريتيكال ثينكينج اللي هو اللي بياخد قرارات لينا واحنا احيانا ما بناخدش بالنا. فده طبعا مؤثر جدا كتقنيه، ولازم نكون واعيين بايه هي الاختيارات اللي بنعملها على الانترنت وازاي التاثير بيتم من الاختيارات دي، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او حتى لما بنعمل عمليه بحث عاديه في منصات زي تشات جي بي تي او جوجل او غيرها. طيب يعني لو عملنا بالترتيب، ايه اللي ممكن يكون يؤثر اكتر على مزاج الناخب؟ الذكاء الاصطناعي ولا مواقع التواصل الاجتماعي ولا وسائل الإعلام المحلية اللي موجودة في كل ولاية؟
خلينا نقول طبعا صعب سؤال ان اجاوب عليه، لاني ما عنديش يعني بحث او حاجه او كده. ممكن اقول لك اللي انا فاهمه، يعني اللي انا فاهمه عن ان المنصات، مواقع التواصل الاجتماعي او منصات التواصل الاجتماعي طبعا الاكثر تاثيرا من التراديشنال ميديا، من الاعلام العادي من وجهه نظري. يعني لان احنا النهارده حتى الاعلام العادي عشان ينتشر بشكل كبير بيعتمد بشكل اساسي على المواقع الذكاء الاصطناعي، لان دي مواقع التواصل الاجتماعي، لان دي يعني اشياء يعني بنشوفها على التليفون دلوقتي بشكل اعدادي، وارقام الاستخدام هي ارقام كبيره جدا بتاكد ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي مؤثره جدا، مش بس في الانتخابات بس على حياتنا كلها. خلينا نرجع للسؤال، احنا بنقول ايه هو المؤثر؟ هو الذكاء الاصطناعي مع مواقع التواصل الاجتماعي، وايه هو المحتوى اللي بنشوفه وازاي بنتفاعل مع المحتوى ده؟ ده عباره عن المنصات وتقنيه الذكاء الاصطناعي بتساعد ان احنا تخلينا ما نخرجش بره المنصات دي. احيانا بنلاقي نفسنا قاعدين على تيك توك وانستجرام والمواقع دي مظبوط. مش قادرين نخرج براها، لان هو كل فيديو افضل من التاني، والفيديو ده بيفهمك انت او طريقه تواصلك على المنصات دي، الابلكيشن فهمك تقريبا اكتر ما انت فاهم نفسك، ده ذكاء اصطناعي. فالتاثير هنا متعدد، ولكن نقدر نقول فيما يتعلق بالانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي مؤثره جدا، تحديدا على الناخبين الصغار اللي هم جزء كبير جدا من العمليه الانتخابيه هنا في امريكا، هم سوينج فوترز بيتحركوا يمينا ويسارا يعني. فموقع منصة زي تيك توك هي منصة مؤثرة جدا يليها. طيب ده ياخدني يا باشمهندس مصطفى لتقنيا تفضل. هذا التأثير على مزاج الناخب، تحديدا الناخبين الشباب او صغار اللي هم يعني خلاص ليهم حق في التصويت من الاجيال الاصغر سنا، التأثير بيكون عليهم ازاي؟ هل من تكرار المعلومة، هل من تكرار الفيديو، ولا شكل المحتوى نفسه هو اللي بيأثر عليهم؟ وتحديدا مع دخول الذكاء الاصطناعي على هذا المحتوى. لا، سؤال جيد جدا، واعتقد ان هو الاثنين يعني التاثير بيجي باشكال مختلفه، نوع المعلومه والمعلومه متقدمه ازاي والمعلومه متقدمه منين وغيره بيأثر بشكل كبير. ده غير ان في معلومات مزيفه وفي اخبار مزيفه وصور وفيديوهات مزيفه. في عندنا تقنيه الديب فيك تقدر تبين لك مظبوط. حاجات انت طبعا بيصعب على البني ادم ان هو العادي ان هو يقدر يعرف هل ده حقيقي ولا مزيف. التزييف بيحصل بشكل كبير، بيحصل حتى المعلومات المكتوبة، وإن حد يقول لك معلومة غلط فتصدقها ده تزييف، ولكن تشوف صورة معينة وتكتشف إن الصورة دي غير واقعية وغير حقيقية، أو فيديو غير واقعي وغير حقيقي متخلق عن طريق الذكاء الاصطناعي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. نعم أخي السؤال نعم، اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل. الذكاء الاصطناعي أنا أعتقد إن منصات التواصل الاجتماعي تحديدًا زي ما قلت انستغرام وتيك توك هي المؤثرين بشكل اكبر على الناخب الامريكي، واعتقد تيك توك هو هنا يعني الحصان الاهم يعني في هذا المجال، لان احنا عندنا بحث من شركه من بيو ريسيرش، يعني مركز بحثي مشهور في امريكا، بيبين ان اكثر من نص الامريكان اللي على تيك توك تحت سن ال 30 سنه بيعتمدوا على تيك توك للمعرفة السياسية نعم، والأخبار، ده السؤال فهو اللي كنت مؤثر عايزة جدا في أسأل الانتخابات. حضرتك عليه تحديدا، فكرة هل عندنا أرقام تتحدث عن هذا التأثير، فحضرتك جاوبتني. وطبعا بشكر حضرتك مهندس مصطفى البرموية، المستثمر في مجال الذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لمجموعة بيرما فنتشرز جودي اي اي، شكرا لوجود حضرتك معنا من نيويورك. عايزه بقى ارجع لحضرتك، طبعا خليني بس اشير سريعا انه طبعا مهندس مصطفى لم يتحدث عن فيسبوك، لم يتحدث عن اكس، لانه احنا بنتكلم عن الجيل الجديد اللي بيعتبر اصلا فيسبوك ده ان ده موضه قديمه، وده بتاع بالظبط الناس العواجيز بالظبط اللي هم بالظبط العواجيز اللي احنا يعني حتى يعني. فهل عندنا تخوفات حقيقيه من الذكاء الاصطناعي من تاثيرها؟ خلينا نتكلم، الذكاء الاصطناعي اداه وليس وسيله، يعني في وسائل التواصل الاجتماعي بيتحط عليها ذكاء اصطناعي، مفيش بس الذكاء بيتم استخدامها. بالطبع، بس الذكاء الاصطناعي ده يعني وسيله، كاني حاجه بشغل بيها منصات التواصل الاجتماعي. الذكاء الاصطناعي دي مش حاجه جديده بالمناسبه، يعني خلينا نتكلم من بالاذر هات، ان الذكاء الاصطناعي هو عباره عن شيء تم تحسينه منذ اعوام طويله قوي، ان النهارده بقى عندنا قدره التحليل اكبر بكتير، قدره الاستيعاب اللي هي البروسيسنج اكتر بكتير، قدره انتاج المعلومه اسرع، فبقى جاهز الذكاء الصناعي اللي هو مبني اصلا على حاجه اسمها بنسميها ماشين ليرنينج، ان احنا بنعلم الكمبيوتر انه يفكر بسرعه، فعشان كده بيدينا النتائج دي، كان موجوده من زمان بس كان اقل بكثير.
تأثير الكلام ده النهاردة في الانتخابات أكثر تأثير زي ما قلنا من الذكاء الاصطناعي لمن يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، ألا وهما الشباب أو الناس اللي متعودين على تيك توك وإنستجرام اللي بيستخدموه في تحديد قراراتهم السياسية. هي دي بتبقى مؤثرة، وكما ذكر المهندس مصطفى الأدوات اللي عندنا في الذكاء الاصطناعي تمكن من أن أنا أدي معلومة غلط، أخلي ترامب يقول كلام ما قالهوش، كاميلا هاريس تقول الموضوع. فاستحداث الأدوات دي أدى إلى معلومات كثيرة خاطئة. المعلومات دي بيتخذ عليها قرار من الشباب. الشباب جزء مهم جدا في الانتخابات، يمثل من 30 ل40% من الناخبين، لكن في مشكلة ان احنا في كثير من الشباب في بعض الاحيان لما بيلاقوا الاستقطاب ما بيروحوش ينتخبوا. ولذلك احنا بنحاول في الحملات الانتخابية نشجع الشباب انها تنتخب، نشجع كل الطبقات بتاع المجتمع تنتخب. انت سألت سؤال مهم جدا، ايه اكثر حاجة مؤثرة في المجتمع الامريكي؟ تتوقف على السن. لو 51 فما فوق بيتفرج على التلفزيون، مفيش حد بيقعد على تيك توك عنده 50-60 سنة. الشباب يؤثر عليها التيك توك والانستجرام، الباقي بقى ما بين ده وده. طيب انا هاخد من كلام حضرتك، بما ان حضرتك عملت هذا التصنيف اللي هم 50 سنة، لان ده عندنا واحنا بنتكلم برضو عن التأثير، حاجة مهمة برضو حصلت خلال الايام اللي فاتت. بنتكلم عن جريدة الواشنطن بوست، والخبر كان بيتكلم على انها خسرت 200 الف مشترك قبل الانتخابات. لماذا خسرت الواشنطن بوست ال 200 الف مشترك، وهو رقم ضخم جدا؟ لانه مالك صحيفة واشنطن بوست الامريكية قرر او اعلن عدم مساندة ايا من المتنافسين في الانتخابات الامريكية، او طبعا المتنافسين، بس احنا بنتكلم على المتنافسين الابرز يعني او الاكبر حجما في هذه الانتخابات او في هذا السباق. علشان نعرف اهميه هذا القرار، فخليني اقول لحضراتكم انه صحيفه واشنطن بوست واحده من اكبر واهم مصادر الاخبار في الولايات المتحده الامريكيه والعالم، هي الصحيفه اللي تسببت في تنحي الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون في فضيحه ووتر جيت. عندها اكثر من 2.5 مليون مشترك، معظمهم عبر الانترنت وعبر الابلكيشن اللي موجوده على تليفوناتنا. ده يخليها في المرتبه الثالثه بعد نيويورك تايمز وول ستريت جورنال من حيث التوزيع. واشنطن بوست اختارت انها تصمت ولا تدعم اي مرشح في هذا السباق. هذا القرار اتخذه صاحب الجريده، وكلف الجريده انها تخسر 200 الف مشترك، يعني بنتكلم عن حوالي 8% من المشتركين، احتجاجا على عدم دعم المرشحه الديمقراطيه كاميلا هاريس، لانه معروف تاريخيا انحياز هذه الصحيفه للديمقراطيين، وبالتالي خسارة بهذا الحجم من الاشتراكات كانت ضربة كبيرة لوسيلة الإعلام. خليني أقول لكم بس أنه هذا القرار أو توقيته جه بعد أقل أو قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات، هو فقط لأنه في تخوف من مالك الصحيفة ومؤسس أمازون من رد فعل محتمل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب لو تم انتخابه رئيس. خلوني أتكلم برضو بالتفصيل أكتر. هاتفيا معانا من واشنطن الأستاذة هبة القدسي، مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن. أستاذة هبة أهلا بحضرتك. وأستاذة هبة، يمكن إحنا في برضو في الانتخابات السابقة كان دايما ترامب يوجه اتهامات للإعلام بأنه منحاز ضده، وأنه ده كان سبب أساسي في التأثير على الناخبين ضده. هل إحنا أمام هذه المشكلة؟ ليه موضوع واشنطن بوست عامل كل هذه الضجة؟ هو ليس فقط جريدة واشنطن بوست، لكنها جريدة مؤثرة للغاية في الناخبين، وتتخذ دائما تأييد المرشح الديمقراطي. لكن الأسباب الخفية وراء هذا القرار الذي اتخذته واشنطن بوست هو أن مالك الجريدة جيف بيزوس يحاول عدم الاحتكاك والاصطدام بالرئيس دونالد ترامب إذا فاز في هذه الانتخابات، وبالتالي يعني هو امر ليس له علاقه بالحياد الصحفي. على الحياد ليس له علاقه بالحياد الصحفي، لان تقليديا دائما ما تقدم الصحف الامريكيه على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى المقاطعات المحليه في صفحات الراي نوعا من الارشاد ونوعا من توضيح موقفها السياسي من دعم مرشح دون آخر، وبالتالي يكون لكل صحيفة موقفها في دعم المرشح الديمقراطي أو الجمهوري. لكن موقف الحياد وعدم التأييد كان ظاهرا في صحيفة واشنطن بوست بسبب هذه الحسابات التجارية
ما بين مالك شركة أمازون جيف بيزوس وهو المالك لصحيفة واشنطن بوست لاعتبارات تجارية واقتصادية وتقارب أو محاولة تقرب من الرئيس دونالد ترامب إذا فاز مرة أخرى. ونفس الموقف اتخذته أيضا صحيفة لوس أنجلوس تايمز وصحيفة يو اس اي توداي. بالنسبة للوس أنجلوس تايم مالكها من المليارديرات من ذوي الأصول الجنوب أفريقية واتخذ موقفا معاديا من المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس باعتبار أنها لم تعارض عمليات الإبادة الجماعية في التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة. وأشار مالك الجريدة أنه عانى في جنوب أفريقيا من عمليات التمييز العنصري والإبادة الجماعية، لذلك كان هذا هو المبرر في حياد جريدة لوس أنجلوس تايمز. لكن بطبيعة الحال هذه الحيادية غير المبررة أو التي لها أهداف اقتصادية أثارت الجدل الشديد سواء بين محرر الجريدة أو بين مشتركي الجريدة خاصة واشنطن بوست التي استقال عدد كبير من محرريها اعتراضا على هذه الحسابات غير السياسية لمالك الجريدة، وأيضا قام ما يقرب من 200 ألف مشترك بوقف اشتراكاتهم في جريدة واشنطن بوست. أنا بشكر حضرتك على هذه القراءة أستاذة هبة القدسي مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن. أرجع مرة تانية لضيفي الكريم الدكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي، تعليق حضرتك على هذا الأمر إيه، وخاصة أن احنا ده معناه أن احنا هذا الأمر يؤكد كلام حضرتك اللي كان في الأول أنه في تخوفات من الاستقطاب في هذه الانتخابات. في الحقيقة طبعا كل اللي احنا بنراه سواء من التخوف الشديد من الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، التخوف من عدم دعم جريدة او حتى محطات التلفزيون، احنا عادة بيجي كل مجموعة بترشح او يعني بتدعم احد الناخبين. المرة دي بالذات هناك مشكلة من التخوف لما يحدث، لان هناك سياسات قد تغير وجه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير. بعض رجال الأعمال وبعض أصحاب النفوذ قرروا أن هم ياخدوا موقف حيادي لكي لا يكون هناك يعني تحيز لذاك أو لتلك، لكن داخل المؤسسات الصحفية هناك قوة شديدة للمحررين ولهم آراء، وما رأيناه من اعتراضات سواء كان في الواشنطن بوست أو في لوس أنجلوس تايمز واستقالات يعني واحد مستعد يضحي بحياته بسبب مبدأ. ودي اللي هي عملت نوع من اللغط الآن اللي ما كناش بنسمعه قبل كده. فلذلك مش بس الجرائد دي كما ذكرت الأستاذة هبة، إن في جرائد داخلية كمان رأت أنها تأخذ الحياد، وفي محطات تلفزيون إلى يومنا هذا لم ترشح مرشح بعيد. هستأذن حضرتك أن احنا نواصل رصد كل الزوايا ولكن بعد الفاصل. We'll be right back.
برحب مرة تانية بدكتور مهدي عفيفي، الباحث والمحلل السياسي. برحب بحضرتك مرة تانية في كل الزوايا، واخد حضرتك بقى للموضوعات الداخلية اللي بتهم المواطن الأمريكي. احنا بنتحدث عن اقتصاديا في تخوفات بسبب البطالة، الأزمات الاقتصادية، بنتكلم عن الركود، بنتكلم عن أمور بتهم الأجيال الجديدة زي التغير المناخي، حتى ولو الكبار سنا ممكن يعتبروها أنها يعني رفاهية، ولكنها مش رفاهية بالنسبة للجيل الجديد. بنتحدث عن تأمين صحي، بنتكلم عن هجرة، بنتكلم عن إجهاض. إيه المزاج العام للناخب الأمريكي، ومين أقرب، نقدر نقول أنه أقرب لاتجاهاته؟ نرجع تاني ونقول في حالة استقطاب بسبب المعلومات الغير صحيحة. أولا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إحنا لدينا الآن أقل نسبة من البطالة في التاريخ الأمريكي، طبعا الكلام ده كله موجود أي حد يقدر يطلع عليه. التضخم انخفض من 9% لأقل من 4%. البطالة مع انخفاضها مع التضخم، احنا بنعتبر نفسنا دلوقتي زيرو بطالة. ليه زيرو بطالة؟ لان الناس دي بتشغل كاش، مش على يعني على السيستم، مش فدي زيرو بطالة. لكن اخفق، وبقولها الحزب الديمقراطي واخفق بايدن من انه يوضح هذه النقاط. الامريكان مش كلهم باحثين، ومش كلهم، في كثير جدا من العمال والبسطاء كانوا بيبقوا محتاجين ان توضح هذه النقاط. لكن لازم كمان يشوف ده في دخله، لازم يشوف ده في الرعاية الصحية. الرعاية الصحية دي نقطة كانت بدأها أوباما كير، وأكملها الرئيس بايدن، لكن لم تكتمل بشكل كامل، لأن اللي الناس مش واخدة باله أن الرئيس الأمريكي ليس هو من يضع السياسات، الكونجرس الأمريكي يضع السياسات. في أحيان معينة يتعمد الكونجرس منقسم بشكل كبير، احنا ما فيش أغلبية في الكونجرس، ولا للديمقراطيين ولا للجمهوريين، هي أغلبية طفيفة في الكونجرس نصفين، مجلس الشيوخ في أغلبية ديمقراطية واحد، مجلس النواب في أغلبية جمهورية، وده اللي بيبدأ منه القرارات، وهم بضعة 9 أو 10 فقط. إجمالي عدد أعضاء الكونجرس 535 واحد، 435 في مجلس النواب، و100 في مجلس الشيوخ، كل اتنين يمثلوا ولاية بالنسبة لمجلس النواب بحسب تعداد السكان. هناك مشكلة في تمرير القوانين، دي الواقع لدينا، لأن ساعات الجمهوريين بيعيقوا قوانين معينة لإظهار أن الديمقراطيين فشلوا في هذا الموضوع. وأكبر مثل فقط يعني فقط بس فقط فقط هناك يعني السياسة لها لعبة مش يعني مش 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 نظيفة يعني بشكل عام. مثلا موضوع المهاجرين، يعني دون النظر لاهميه القانون، انا بس عايز اقول لك اني لا، انت مش هتقدر تمرر هذا القانون. هديكي مثل حقيقي. هناك قانون توافق عليه كلا من الديمقراطيين والجمهوريين في مساله المهاجرين. ليه المهاجرين مهمه؟ الولايات المتحده الامريكيه تعتمد بشكل كبير على المهاجرين في صناعات معينه التي لا يعملها المتخصصين. نمره واحد الزراعه مثلا، يعني لم المحاصيل، جمع المحاصيل، المحاصيل بيجمعوا معظمهم من المكسيك، عندنا ملايين بيجوا مخصوص، وانا كراجل مثلا صاحب عمل اريد ان يكون لدي عاملين من المهاجرين، دي نمره واحد. نمره اثنين البناء، عمال البناء الغالبيه العظمى منهم من المهاجرين، وهناك قوانين تسن المهاجرين دول يدخلوا ويخرجوا من المكسيك ومن بلاد امريكا الجنوبيه. نمرة ثلاثة صناعة الخدمية، ألا وهي مثلا المطاعم والأوتيلات في نيويورك مثلا. نيويورك بدون المهاجرين تقف، فإحنا عارفينها داخليا، لكن المواطن العادي ممكن يبقى متخبط. هناك تخويف من المهاجرين، كان هناك قانون توافق عليه الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب أن يمرر لحل مشكلة المهاجرين. الرئيس ترامب أثر على، لأن هم الأغلبية، على الجمهوريين، وتم إيقاف هذا القانون حتى يكون هناك سبة على الرئيس بايدن. طيب أخيرا عايزة أختم مع حضرتك وأرجع للنقطة الأولانية، أنه هذه الانتخابات هل نتائجها متساوية في تأثيرها علينا هنا في منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا على الأقل، ولا هيكون عندنا فروق؟ أعتقد أن المسألة الاقتصادية ترجع
لينا احنا هنا في الشرق الاوسط، لان الولايات المتحده يعني ليس لها ولا هي مشتري كبير من الشرق الاوسط ولا هي داعم كبير. اللي تاثر الصين وامريكا، امريكا بتاخد 35% من انتاج الصين. لو امريكا لم تستهلك دي الصين تفلس. الناس فاكره ان هناك ضغط اقتصادي، لا، هي مساله مشتركه. استثمارات امريكيه موجوده في الصين، لا توجد استثمارات امريكيه كبيره في منطقه الشرق الاوسط. لذلك سواء كان جمهوريين او ديمقراطيين، اعتقد ان ما يحدث هنا داخل الشرق الاوسط او من البلاد العربيه هو اللي هيحدد سياستها الاقتصاديه. الولايات المتحده الامريكيه ليس لها يعني قوه اقتصاديه تضغط عليها، لانها في معظم الاحيان احنا يعني الشرق الاوسط مستهلكه لا تصدر للولايات المتحده الامريكيه ولها معونات من امريكا. انا بشكر حضرتك اولا على هذه القراءه الرشيقه والبسيطه وكمان السريعه والمعمقه، دكتور مهدي عفيفي الباحث والمحلل السياسي. كمان بشكر حضرتك كمان يعني تعبناك وحضرتك لسه جاي من السفر، فشكرا لوجود حضرتك معنا في كل الزوايا. اخر حاجه بس عايزه اقولها لحضراتكم ان احنا خلاص النهارده ينتهي التوقيت الصيفي ونرجع تاني للتوقيت العادي، يعني النهارده الساعة 12 بالليل كلنا نغير ساعتنا ل 11 بالليل. برضو نتأكد انه التليفونات اللي بترجع بشكل يعني تلقائي للساعة ناخد بالنا انها رجعت بالفعل الساعة عشان ما نتلخبطش ونرجع ساعتين بدل ساعة. بشكر حضراتكم، نشوف حضراتكم الأسبوع القادم في كل الزوايا مع سارة حازم. إلى اللقاء.